السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. أنا عملت فيديو منذ تقريبا 4 أو 5 سنوات حول ضرب المرأة في الإسلام، ولكن في هذه الفيديو حبيت الرد على عصام عمر اللي عمل الفيديو يبرر ويوضح رأي الإسلام في مسألة الضرب. طبعا معناتها عصام عمر ما جاب حد شيء جديد، هو نقل ما يسمى بآراء المسلمين الحداثيين اللي يحبوا يبرروا شنو موجود من عنف وظلم وجهل وتخلف في الإسلام. طبعا أنا كما قلت قدش من مرة، أنا مانيش ضد تجديد الإسلام، ولكن كان لازم تجديد يجب أن يكون تجديد جذري، مش تعمل مبررات وتعمل تفسيرات بعيدة على لب المشكلة. فما ياسر أشياء نجم نجدوها في الإسلام، وفما أشياء يجب أن نحصرها في الفترة الزمنية متاع محمد فقط. صحيح هذا مشكل زادة، لأن حصر بعض الأحكام في فترة محمد هنا ينفي فكرة أن الإسلام صالح في كل زمان ومكان. طبعا هو عصام عمل الفيديو رد على فيديو آخر عمله وليد اللي اسمه أضربهن، أكيد ياسر شافوه، ووليد تعرض الكثير من السب، رغم أن وليد عبر على وجهة نظر الإسلام، بل عبر شنو يفكر المسلم بصفة عامة، أي عبر على العقلية الإسلامية حتى البسيطة العادية ونظرته للمرأة وكيفاش يتعامل معها. طبعا انطلاق من الموروث الديني وما موجود في الكتب الإسلامية وما يروج له علماء الدين بين قوسين. إذن هذه الفيديو حبيت الرد نقطة بنقطة على فيديو عصام عمر، نعدي المقطع متاعو ثم نعطي الرد متاعي. هذا شنو يقول في أول الفيديو متاعو عصام عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم الناس الكل. أول حاجة ساعة نشكركم على تشجيعكم لي وعلى كلامكم الحلو، برتلنا على قلوبنا اتسترا، وإن شاء الله ديما أنتوكا ربي ثبتني على الحق، وإن شاء الله ديما نفرح قلوبكم. أول ملاحظة حبيت نعملها بالنسبة للسيد اللي عمل الفيديو الأولاني أهان فيه المرأة وطيح يعني من القدر متاع المرأة. أهلا سي عصام، قبل كل شيء نسلم عليك. طبعا أنت وقعت في نفس الخطأ متاع أكثر اللي سمعوا فيديو وليد. أنت ما تعرفش وليد، طبعا حكمت عليه على حسب الفيديو. صحيح هو في الفيديو يتكلم على أساس أنه جدي، ولكن راهو الرأي متاع وليد ما هوش رأيه، هو رأي موجود في وسائل الإعلام وفي الكتب الإسلامية ويروج ليه علماء الدين. اللي قاله وليد هي العقلية اللي يحملها المسلم بصفة عامة. إذن وليد مش ذنبه إنه قال بصوت عالي اللي ميقولوهش الناس، وعرى حقيقة الترويج للأفكار ضد المرأة بصفة عامة اللي تعتمد على مصادر إسلامية. إذن كان فما لوم وكان فما شكون أهان المرأة، أول شيء أنت كمسلم، وأنا نعرف اللي أنت على نيتك وإنك دافع على المعتقد متاعك، أول حاجة مش تهاجم وليد، وإنما تهاجم علماء الدين اللي بالآلاف يروجوا للأفكار هذيك، وتهاجم الكتب الإسلامية اللي فيها هذيك النصوص التي تهين المرأة. جاء في فيديو ثاني وقال لي راني فضلك
وراو جوست سيتي يعني هكا طريقة أنا عملتها باش العباد تكره هاك البيرسوناج الأولاني اللي أهان المرأة وباش أنتوما تعملوا رياكسيون كونترو بون. طبعا هذاك هو هدف وليد، هو انه يعري العقليه نتاع المسلم حتى العادي ونظرته على المراه. وفي الحقيقه رده الفعل حول الفيديو نتاع وليد هي مش ضد وليد، وانما ضد هذيك العقليه الجاهليه والنظره الدونيه للمراه. هذاك علاش كان ردهم عنيف، لانه وليد بالفيديو نتاعو واضربوهن عراهم، وانت بحد ذاتك عملت الفيديو هذه باش تبرر شنو هو موجود في العقلية نتاع المسلم وفي الكتب الإسلامية وتحاول تبيض الإسلام. أنا بصراحة وحسب تقديري الخاص هو أن الإنسان اللي يحب يدافع بالمجدة على المرأة هو الإنسان اللي يوعي المرأة. سي عصام، هذا التفكير اللي انت تطرح فيه تقول اللي يحب يدافع على المرأة يوعي المرأة، يعني انت تعتبر المرأة اللي محتاجة للرجل لكي يوعيها. هذا التفكير بحد ذاته هو تفكير يدل على العمق الإسلامي اللي في داخلك. المرأة ما هيش محتاجة ليك ولا لغيرك، المرأة هي واعية وخاصة اليوم وتعرف اللي يصلح بها. اللي لازم توعيه هو الرجل ونظرته للمرأة، لأن ما موجود في المصادر الإسلامية اللي يجعل الرجل قيم وولي على المرأة هو اللي يخليك تقول لازم نوعيه المرأة، لا نوعيه الرجل. نقول لك ونأكد لك إن المرأة اليوم وخاصة في تونس راهي واعية، أما لازم توعي الراجل باش يغير نظرته عن المرأة ويفهمها الدين الفهم الصحيح. باش لسببين، باش ما يجيش واحد باسم الدين يلعب لها بمخها ويتمنيك عليها ويخدعها ويقول لها هاو الدين يقول هكا ويلزمك تاكل على راسك وتسكت والإسلام هو اللي يقول مانيش أنا، دونك تولي مسكينة تدخل بعضها وتخاف وتنخدع بكلامه. وزاد السبب الثاني هو انه باش ما يجيش انسان ملحد ولا عنده مشكله مع الاسلام ويقول لها ريت الدين نتاعك هاوك الاسلام يامر بالعنف ضد المراه، هاوك الاسلام نتاعكم هو اللي اهان المراه. وزاد لهنا تنجم زاد هي تدخل بعضها وتقول علاش انا الدين نتاعي قال لي هكا، علاش الدين نتاعي فيه واضربوهن، شنية هالحكايه هذيا. دونك انا بصراحه قررت اني نعمل فيديو وباش نحكي معناها بالتفصيل في المساله هذه نتاع واضربوهن، الايه هذه اللي يمكن معناها المراه كي تقراها يعني تجيها تساؤلات تقول شنية الحكاية، علاش هكا جات آية اللي فيها ضرب المرأة. وأنا نتفهم أنه هي تتقلق شوية كي تقرأ الآية هذه وتبدأ تخمم علاش معناها وشنية حكايتها الآية هذه. باه سي عصام، ما فماش منطق الفهم الصحيح للإسلام. هذه المشكلة اللي يقع فيها اللي يدعون لتطوير الإسلام واللي يوقع فيها أعداء الإسلام اللي يقول لك الإسلام ما يتصلحش. هناك إسلام سلفي وإسلام متطور، زوز أنواع متاع إسلام. الإسلام السلفي هو واحد، هو اللي يقع في عهد محمد على أساس أنه صالح لكل زمان ومكان. من بعد ظهر ما يسمى إسلام متطور على طيلة التاريخ الإسلامي إلى اليوم، يدعو لتحديث الإسلام وحصر الإسلام السلفي في فترة محمد فقط. إذن أنت تدعو للإسلام الصحيح، أي إسلام؟ هل الإسلام المتطور أم الإسلام الذي لا يتطور؟ هذه النقطة جدا مهمة. إذن حسب معناتها ما سمعتك، انت تدعو لاسلام حداثي، اسلام متطور. خلينا نشوفوا شنو هو الاسلام الحداثي اللي تدعو ليه
واللي طبعا كما قلت هو مش إسلامك أنت، وإنما إسلام من يؤمنون بتطوير الإسلام مثل القرآنيين والحداثيين وغيرهم، اللي يعطيه تأويل للإسلام غير التأويل التقليدي الموجود في الكتب. أول حاجة ساعة خلنا نقراوها الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. صدق الله العظيم. سي عصام، حبيت نذكرك اللي ما فماش كان هذه الآية التي تهين المرأة في القرآن أو في الإسلام، بل هناك عشرات بل مئات الأحاديث التي تهين المرأة في الإسلام، بل التشريع الإسلامي بحد ذاته يعتبر المرأة تحت سيطرة الرجل، أي مواطن من درجة ثانية. إذن احنا ماناش باش ندخلوا في بقية الآيات والأحاديث التي تهين المرأة في الإسلام، وخلينا نكتفيه بهذه الآية فقط ونشوفوا وجهة نظرك فيها، أو بالأحرى وجهة نظر الحداثيين اللي يحبوا يطوروا الإسلام، لأنهم أصبحوا يستعاروا بما هو موجود في الكتب والتشريعات الإسلامية. يلزمنا ساعة أول حاجة نحكيه في الأسباب نزول الآية هذه. هو ربي سبحانه وقت اللي هبط الآية هذه هبطها على مجتمع كان فيه ضرب المرأة يصير بطريقة كبيرة ياسر وكثيرة ياسر، ويعني لأتفه الأسباب ولأبسط الأسباب كانت المرأة تاكل في الطرايح. حينئذ أن الهدف الأول من نزول الآية هو حصر ضرب المرأة أنه ما يكون إلا في حالة واحدة، هي حالة نشوز المرأة، يعني مش لأي سبب والأتفه سبب والأقل حاجة هكا تقلق تتنرفز تحك راسك تضرب المرأة. لا، الإسلام جاء وحصر سبب ضرب المرأة أو الدافع لضرب المرأة هو حاجة واحدة اللي هي النشوز. به هذه المسألة الأولى. أولا سي عصام، أنت لم تذكر أسباب نزول الآية، مش هذا أسباب نزول الآية، الآية عندها سبب معين للنزول وتم ذكره. أنت تكلمت وقلت إن المرأة قبل الإسلام كانت تهان وتذل وتضرب، وهذا كلام غير صحيح. حبيت نأكد لك حاجة وللمستمعين، إن هناك مجتمع مكة ومجتمع المدينة، وكان من بيناتهم خلاف كبير في العادات والتقاليد، لأن مجتمع المدينة كان مجاور لليهود، وتعرفوا أنتوما اللي اليهود يهينون المرأة ويذلونها ويعتبرونها يعني شيء نجس، فلهذا الأوس والخزرج كانوا يتعاملوا معاملة سيئة مع المرأة، بينما في مكة المرأة لها قيمة وقدر. ما نحبش نذكر لك كل أسماء النساء المعروفين في مكة واللي عندهم قدر وقيمة، ولكن أذكر لك بعضهم. عندك خديجة، خديجة اللي هي زوجة محمد الأولى، هذه ما نتصورش محمد كان يجرأ ينزل هذه الآية وخديجة حية. هناك هند بنت عتبة اللي عندها قيمة وقدر. هناك أيضا أم قرفة، ولو ترجع للتاريخ قبل الإسلام تو تشوف المرأة قداش كانت عندها قيمة في مكة. حتى عائشة وحفصة حافظوا على هذه القيمة للمرأة، ولو حتى هما ترباوا في الإسلام، ولكن حافظوا على التمرد وعلى أنهم يقولوا رأيهم بكل شجاعة. حتى عائشة قادت جيش كامل في حرب ضد علي. إذن فكرة أنها المرأة قبل الإسلام كانت مهانة هذه أكبر كذبة. صحيح أن المرأة ما كانتش عندها حقوق مثل الرجل في ذلك الوقت، ولكن هناك نساء عندهم قوة وعندهم قدرة وعندهم كلمة أكثر من الرجال، وأرجع للتاريخ، وهذا
الكلام يفند قولك أن المرأة قبل الإسلام خاصة في منطقة مكة كانت تضرب وتهان. أما حول أسباب نزول الآية، مش كما ذكرت أنت، يعني كانت المرأة تهان وتضرب وتاكل الترايح وغيرها من الحكايات هذه، خاطر هذا الشيء ماهوش صحيح. وإنما هناك حادثة وقعت في المدينة هي اللي أدت إلى نزول هذه الآية، وهي قصة سعد بن الربيع. هذا الشخص المرأة متاعه كانت متكبرة عليه وما تسمعش كلامه وكل شيء، يا أخي ضربها بكف، يا أخي تغشت مشات شكات لبوها، يا أخي بوها هزها وشاع عند محمد وقال له راهو سعد ضربها بكف، وهي كانت اسمها حبيبة. فمحمد قال له القصاص، يعني ترجع وتضرب رجلها بكف كما ضربها. يا أخي هو جا ماشي ومحمد قال لهم راهو نزل عليه الوحي ونزل هذه الآية، الرجال قوامون على النساء، والمرأة كي ما تطيعش رجلها وما تسمعش كلامه عنده الحق بعد أنه يكلمها بالسياسة، من بعد أن يهجرها في المضاجع أنه يضربها. علاش؟ لو نرجعوا لسعد، هذا سعد كان من أعيان الخزرج، وكان من الشخصيات المرموقة، وفوق هذاك الكل كان تاجر كبير وعنده فلوس ياسر. محمد قال كان مش نخلي مرته تضربه مش توقع مشكلة، يمكن ما عادش يعجبه الإسلام، إذا هو نزل هذه الآية أو قال هذه الآية أنها نزلت عليه باش يكسب ود سعد وما يخسروش، هذا هو الهدف. إذا الآية هي سياسية بحتة من أجل مصلحة محمد في كسب هذا الشخص لجانبه. أما تقول لي أنها المرأة كانت تضرب وتهان، ما نتصورش أن محمد ينجم يضرب خديجة ولا أي واحد يضرب هند ولا أم قرفة ولا غيرهم من النساء الشخصيات المعروفين في مكة. إذن التفسير متاعك مع الأسف ليس له أي أساس من الصح. طبعا محمد باش يرضي حبيبة وبوها منع ضرب المرأة على الوجه، يعني يعتبر اللي سعد غلط كي ضربها بكف، بل محمد ذهب لأكثر من ذلك، منع أنها تخلي لها أثر على الجسد متاعها مهما كان، بل حتى أنها تكلم على الدابة وقال لا يجوز ضرب الدابة على وجهها. إذن هنا باش يرضيهم شوية وما يتغشوش عليه ويرضي الطرفين، يعني لام سعد بطريقة غير مباشرة، ولكن في نفس الوقت ما عطاش الفرصة الحبيبة باش ترجع له الكف اللي ضربه لها. والمسألة الثانية، ربي سبحانه كيف هبط الآية هذية حب يأدب الرجال باش يقول لهم أنه بيأدبهم في معاملتهم على المرأة، باش يقول لهم أنه راه حتى لو المرأة لاحظتوا عليها نشوز، راهو ما يلزمكمش يكون أول وسيلة أو أول حل في التعامل معها هو الضرب. هذه هي الحاجة اللي زاد ربي سبحانه حب يفسرها للرجال، أنه مش الحل الأولاني هو الضرب، أنه الحل الأولاني هو الموعظة. سي سان مارش با الهجر في المضاجع، وإذا كان الحل هذا زاد الثاني ما مشاش، وقتها نلتجئ إلى الضرب. سي عصام، الضرب والإهانة أو حتى رفع اليد على المرأة أو حتى على أي إنسان عمره ما كان أسلوب حضاري، حتى ولو كان هو آخر حل. يا سيدي ما سمعتش كلامه يطلقها، علاش يضرب فيها؟ علاش يوصل للضرب أصلا؟ هل تشوف معقول أن الإنسان يرفع يده على إنسان آخر؟ هل تشوف رب من فوق سبع سماوات أو ما نعرفش قديش من سماء، فهمت، يطلب من راجل بضرب المرأة آخر حل؟ هل تشوف هذا لوجيك منطقي؟ فهمت؟
يعني والضرب مش للمرأة فقط، حتى للطفل. يعني كي ما يصليش، معناتها في الأول تطلب منه باش يصلي، كي ما يصليش تضربه. علاش؟ علاش استعمال العنف؟ علاش؟ هل تشوف هذا كلام إلهي أو كلام رباني أنه يطلب بضرب إنسان آخر كيف كيفه؟ ده خلينا. والمسألة الثانية، ربي سبحانه كيف هبط الآية هذية حب يأدب الرجال باش يقول لهم أنه بيأدبهم في معاملتهم على المرأة، باش يقول لهم أنه راه حتى لو المرأة لاحظت عليها نشوز راهو ما يلزمكمش يكون أول وسيلة أو أول حل في التعامل معها هو الضرب. هذه هي الحاجة اللي زاد ربي سبحانه حب يفسرها للرجال، أنه مش الحل الأولاني هو الضرب، أنه الحل الأولاني هو الموعظة. سي سان مارش با الهجر في المضاجع، وإذا كان الحل هذا زاد الثاني ما مشاش، وقتها نلتجئ إلى الضرب. باهي. وعلاش في الآية اللي متوجهة للمرأة في نفس الصورة، في نفس الصورة وقتها يتكلم على المرأة اللي تخاف من زوجها نشوز أو إعراض، وقتها يتكلم على الصلح؟ إيش تقول الآية؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تفعلون خبيرا. شو محلى؟ علاش ما قالش نفس الشيء للراجل؟ كان أنت خفت من المرأة بتاعك نشوز أو تكبر أو اعتراض عليك ولا حاجة، جيبوا صلحوا من بيناتكم كما قال للمرأة، وكان ما عجبكش الحال طلق. علاش نوصل رواحنا للإهانة وللذل؟ علاش؟ علاش ما تتفهمها في الأول ما فهمتش من بعد تهجر فيها؟ علاش تهجر فيها؟ علاش؟ ما تفهمتوش؟ حاولوا باش تدخلوا واحد من بيناتكم كما تقول الآية اللي متوجهة للمرأة، كان ما لقيتوا حتى حل طلقوا. ما هو طلاق حلال في الإسلام؟ علاش نوصلوا لهذا المستوى؟ هل هذا أنت تشوفه تصور رباني؟ حتى المفسرين يعني قالوا أنه نشوز المرأة هو التعالي نتاعها على الراجل والتكبر نتاعها على الراجل، ويعني بلغتنا احنا تولي تتشنفخ عليه، تتكبر عليه، تتعالى عليه، تولي ترى روحها هي خير منه. ولين توصل بها المسألة أنه هي تنجم حتى تعايره، معناها تجي تقول له أنا شهريتي خير من شهريتك، وأنا مزيانة وأنت ماكش مزيان، أنا مثلا عائلتي خير من عائلتك، يعني تبدأ تخاطب فيه بلغة فيها استعلاء وفيها تكبر وفيها تشنفيخ، واللي بطبيعة هي حاجة خايبة خايبة ياسر، معناها وحتى حد يتفرحوا بلغة كما هكا وطريقة كما هكا. لا راجل يعني يتعالى على مرته ويتكبر عليها، وزاد المرأة تتكبر على رجلها، في الزول حالتين الزوز يعني حاجة خايبة. حينئذ أما حول الكلمة نشوز، يعني أنت في الحقيقة عملت بحثوني في اللغة العربية ومعنى الكلمة، غير حبيت نضيف حاجة، هي أن هذه الكلمة أو في العربية بصفة عامة أي كلمة عندها معنى على حسب الإطار اللي هي فيه، كما يقال في العربية لكل معناتها مقالا مقام. إذن هوني الكلمة احنا تهمنا في إطار العلاقة من بين المرأة والرجل، فهمت؟ هذه هي اللي تهمنا. وانت كما قلت يعني في الفيديو بتاعك ان النشوز او الارتفاع او التكبر خايب سواء من طرف المرأة او من طرف الرجل، مش مقبول اصلا، لا الرجل يتكبر على المرأة ولا المرأة تكبر على الرجل. والقرآن بيدو، فهمت؟ القرآن بيدو يتكلم على تكبر او اعتراض المرأة واعتراض الرجل، ولكن في الحقيقة النشوز معناتها عنده معنى في الفقه الإسلامي خاص، فهمت؟ هو الامتناع على النكاح. لازمك تفهمها هذه، يمكن أنت ماكش متعمق مليح معناتها في الدين الإسلامي. أما معناتها المرأة ما تحبش الراجل يرقد معها،
والا الراجل ما يحبش يرقد مع المراه. هذا هو المعنى الحقيقي للكلمه. فهمت؟ وهنا احنا نعرف في الشريعه الاسلاميه ان الرجل بالعقد والمهر عنده حق الفراش، يعني المراه لا يجوز لها ان تمتنع على زوجها ولو كانت تخبز على التنور. الراجل وقت يحب ينكح المراه متاعه لازم يلقاها حاضره، ما عندهاش الحق تمتنع عليه الا طبعا في حاله الحيض. هذا هو المقصود الحقيقي لكلمه نشوز معناتها في القران. هذاك علاش القران فرق من بين نشوز المراه ونشوز الرجل، يعني الراجل كي ما يحبش يرقد مع مرته ندخلوا الصلح، بينما المراه كي تنشز على الرجل نتاعها وما تحبش ترقد معاه هوني هذا حقه، هو دفع مهر، اذا هوني ما ندخلوش الصلح. اذا يا اما فهمت يكلمها بالسياسه ما حبتش، يا اما يهجرها فهمت يطفيها وفهمت ويمشي مع مرته الاخرى. ماك عندك في الاسلام اربع نساء، وعندك معناتها قبل كان فما الامام تاعو حتى لين هي تخضع. هذا هو المعنى بالنشوز، يعني انها ما تحبوش ينكحها. فهمت؟ طبعا وتدخل معاها الحاجات الاخرى، التكبر اللي انت ذكرتها في اللغه العربيه. هذا ايش حبيت نوضح لك النقطه هذه وللمشاهدين باش يعرفوا شنو معناها النشوز وعلاش الاسلام فرق من بين نشوز المراه ونشوز الرجل. إذا كان المسألة هذه ما تعطيش الثمار متاعها والمرأة ما تبطلش من نشوز متاعها، لهنا الرجل يلقى روحه مضطر أن هو يضرب المرأة. لهنا فما مسألة مهمة جدا، هو أنه حتى كان الرجل ضرب المرأة راهو المفسرين الكل اتفقوا أنه الضرب ما يلزموش يكون يعني ضرب مبرح، معناها ما يلزمش الضرب يسبب الوجيعة ولا يسبب يعني زرقية عند المرأة، معناها ما يكونش ضرب موجع، معناها ما يكونش ضرب متاع شماتة. وابن عباس رضي الله عنه وقت اللي حكاه على وقت اللي سألوه على كيفية ضرب الرجل للمرأة قال بالسواك، والمسألة هذه ثابتة، معناها أنه بالسواك إيش معناها؟ أنه الرجل ياخو بالسواك هذا كما نجم نقولوا احنا قلم رصاص ويضرب به المرأة، معناها أنت حدك وكان معناها باش تضرب المرأة وتوصل باش تضرب المرأة راهو بقلم رصاص، هذيك هي الحكاية. والرسول صلى الله عليه وسلم زاد نبه على الرجال أنهم هما كيف يضربوا النساء ما يكونش الضرب مبرح، وموجودة الأحاديث هذه. باهي سي عصام، معناتها مسألة ضرب المرأة أنا أتفق معاك نوعا ما في مسألة أن الإسلام لم يطلب معناتها الرجل أن يضرب المرأة ضرب مبرح، معناتها فما أحاديث معناتها ثابتة ومتفقين عليها الكل أنها ما لازموش يضربها على وجهها، ما يخليلهاش أمارة، ولكن أنها معناتها قول ابن عباس نتاع ضربها بالسواك هو أحد الأقوال، خاطر فما احاديث اخرى يقول لك معناتها لازمها تحس اللي انت ضربتها، حتى الضرب حد ذاته نيه الضرب رفع اليد اصلا اليوم غير مقبوله، غير مقبوله انك تهز يدك على امراه مهما كانت. فهمت؟ يعني هذا هو المبدا اللي انا ضده، ومش على امراه، على اي انسان، حتى على راجل، حتى على طفل، انك تهز يدك عليه، لان هذاك العمل الان في الوقت الحاضر أصبح غير مقبول. وبالنسبة لمحمد، ما نعرفش كان تعرفوا الحديث، نحط لك الحديث، هما حديث صحيح أن محمد فهمت ضرب عائشة، فهمت أعطاها بونية من بين صدرها هي بيدها تقول أوجعني. وهذا الحديث الصحيح يعتمد عليه بعض المفسرين على أن فم وجع، يعني أنك توجعها، ولكن طبعا ما تخليلهاش اماره، ما تضربهاش ضربه معناتها قاتله. يعني هذا لازمك ترجع للتفاسير بتاع القران والشرع الاسلامي، هناك اراء معناتها كثيره. انت تركز كان على السواك، انا نقول لك حتى السواك، حتى القلم، حتى القلم، حتى هزن اليد، حتى تخوفها ماهوش مقبول في الوقت الحاضر وفي المستقبل. اذا راهو الراجل، مش الناس الكل كيف كيف، مش الرجال الكل كيف كيف،
انت كي تقول للراجل اضرب، فما راجل معناتها بتنرفيز منرفز، فما راجل ما عندوش ثقافه معينه، انت كي تعطيه الرخصه تحلوا الباب على مصراعيه، يقول لك اكاو ربي قال يضرب، فهمت؟ اذا هو غير مقبول اصلا في الوقت الحاضر، حتى القرانيين فهمت يقول لك الضرب هو الفصل، يعني تنفصل عنها، وهو معناتها كلام غير معقول، معناتها يقول لك ضرب الرقاب يعني فصل الراس عن الجسد، يعني انك تبعد عليها وتخليها وحدها. هنا يوقعوا في مشكله، لان الهجر هو هذاك، فهمت؟ انك تنفصل عليها، يعني علاش القران يكرر الهجر ثم الضرب؟ اذا هذا معناتها تبرير غير منطقي. احنا كنحبوا معناتها نطوروا عقليه المسلم، لازم فهمت هذه الكلمه معناتها تعتبر معناتها غير مقبوله اصلا. هذه لازمها تعتبر غير مقبوله، يا سيدي نحصروها في الوقت بتاع محمد. فهمت؟ بالنسبه للمسلمين بتاع محمد فقط. اما بكل وضوح فهمت؟ الراجل يهز القلم او يهز يده على امراه اليوم غير مقبوله اصلا، وما نجموش نعطيه حتى مبرر مهما كان انك تهز يدك على انسان اخر مهما كان. نحط لكم الحديث اللي هو في صحيح مسلم واللي هو حديث صحيح، تقول فيه عائشه: ولهدني لحده في صدري اوجعتني. يعني اعطاها بنيه في صدرها، وتعرف البلاصه هذه في المراه كي تضربها ياسر خطيره، كما احنا عندنا المحاشم يعني فهمت، البويضات، وتضرب راجل على البويضات نتاعو توجعه فهمت، وهو ضربها. وتنجموا تشوفوه الحديث هاكا معناتها قدامكم، وهو معناتها قصه اللي هو في الليل هي راقده، خرج يمكن مشابش يشوف احد النساء نتاعو، يا اخي فطنت بيه تبعته، يا اخي هو فطن بها، يا اخي ولا مشى للمقبره زعما باش يدعو للموتى. من بعد رجع وقال لها: انت اللي كنت تتبع فيا. قالت له: اي طبعا اعترفت له. اعطاها بنيه على صدرها وجعتها. يعني هوني المساله واضحه وبينه، يعني فما الم. احنا مانيش باش نلومو محمد ولا باش نلومو فهمت هذه الاحاديث، احنا نتكلموا على العصر نتاعنا توا. ما نجموش نتبعوا حاجه فهمت عندها 1400 سنه. يعني واضربوهن، هذه غير مقبوله اصلا. مساله واضحه وما نجموش نعطيوها حتى تبرير. حتى تبرير الا ان نحصروها في الزمن نتاع محمد فقط. هذا بالنسبه للشخص اللي يحب يبقى مسلم. لازم تنحيله من باله فكرة الضرب أصلا. حينئذ حتى لو كان الراجل وصل لمرحلة الضرب، يعني ما نفعتش الموضع وما نفعش الهجر في المضاجع ووصل للضرب، راه الضرب ما يكون كان بقلم رصاص. بون ينجم يجيني انا انسان راجل تونسي يسالني يقول لي تاو بلي هذا سواك يا اخي، يعني اش يعمل سواك؟ حكايه فارغه معناها، واحد هو ينجم يضرب مرته بالسواك. وانا بصراحه يقول لي مثلا، يقول لي انا بصراحه راني ما نش بهم انا هالاحاديث هذيا وروى ابن عباس عباس وكذا، معناها انا ما نمن كان بالقران، وما هو ربي في القران قال واضربوهن، دونك انا نضرب المراه وكما يظهر لي. معناها انا لهنا باش نجاوبه زاد بالقران، بما انه هو يؤمن بالقران انا زاد باش نجاوبه بالقران. شنو اللي باش نقول له؟ نقول له انه ربي سبحانه قال ايه مهمه جدا اللي هي تعبر عن العلاقه الزوجيه على شنو اسس يلزمها تتبنى. ربي سبحانه كيف حكى على العلاقة الزوجية أكد أن العلاقة هذه يلزمها تتبنى على المودة والرحمة، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. يعني حينئذ أن العلاقة الزوجية يلزمها تتبنى على المودة والرحمة، وأي سلوك يعمله الراجل مع مرته وأي سلوك تعمله المرأة مع رجلها يلزم يندرج في إطار المودة والرحمة، ويلزم يكون الهدف متاعه المودة والرحمة، ويجب أن يؤدي إلى المودة والرحمة. لهنا أنا باش نسأل الراجل سؤال بسيط: إذا كان أنت يعني
باش تضرب مرتك ضرب شديد وعنيف ومبرح، هل أنك بالشيء هذايا باش تخلط المودة والرحمة؟ هذا هو السؤال اللي يلزمنا نجاوب عليه. باهي سي عصام، أنا نعرف ومتأكد اللي أنت معنتها الدافع على الإسلام بنية حسنة، يعني فهمت، ما عندكش ظاهر، يعني من كلامك ظاهر، فهمت، ما عندكش حتى خبث ولا أي حاجة أخرى، خاطر نعرف علماء الدين يعرفوا الحقيقة، يعرفوا ولكن يكذبوا ويبدأوا يشوهوا ويأولوا باش يلقاو التبريرات. أما أنت حسب ما أنت ما لاحظت في الفيديو متاعك أنك تتكلم على نيتك، راهو فكرة النطر برك مش الضرب، ما نحكيوش عن الضرب، راهو رب في السماء خالق الكون هذا الكل يجي يقول للعباد متاعو الصغار اللي قد النملة، فهمت، يقول للراجل انطر على المرأة ولا هز عليها يدك، ما يقولش ضرب، قول هز عليها يدك برك، ما يكونش كلام منطقي وعقلاني، مستحيل. حتى كان جاي يتكلم في هذاك الوقت علاش ما قالش مثلا واضربوهن ضربا غير مبرح، فهمت، ولو حتى قالها في القرآن هذا مش معقول. هنا فما تمييز واضح وبين، فهمت، بين المرأة والرجل على أساس إن المرأة هي طفل ناقصة عقل ودين، فهمت، يعني مسألة واضحة لازم نعترفوا اللي في الإسلام فما إشكالية، إشكالية عنف. احنا نعرفوا في الشريعة الإسلامية هناك ما يسمى بالعقاب الجسدي، فهمت، الجلد والرجم والقتل وقطع الرأس، هذا الكل عنف ما عادش مقبول تو، فهمت، يقول لك وتقول لك سارق، فهمت، والسارقة فاقطعوا أيديهم واضحة، أو يقول لك معناتها أصلب اللي معناتها يفسدون في الأرض ومن خلاف وغيرها، واضحة عنف موجود في القرآن وفي المصادر الإسلامية، لازمنا نعترفوا بهذاك الشيء. إذن ما نحاولوش نجدوا تبريرات تقول مودة ورحمة، يعني تعتمد على مودة ورحمة. أنت أكيد ماكش مطلع على تفاصيل الدين الإسلامي، هناك آيات عامة وهناك آيات خاصة. طوى الإسلام أو القرآن وقت يقول يحكي على الكافرين يقصد كل الكافرين، حتى المسيح واليهود وكلهم كافرين، ولكن من بعد بآية أخرى يستثني أهل الكتاب. نفس الشيء هو يتكلم مودة ورحمة على العلاقة الزوجية بصفة عامة، ولكن بعملية الضرب والهجر معناتها يستثني ما يسمى الترفع أو النشوز أو الامتناع على النكاح أو غيره. إذن هذه الآية ما عندهاش علاقة بهذه الآية، خاطر هذيك آية عامة، بينما الضرب هي آية خاصة في تصرف معين من بين المرأة والراجل. وكما قلت لك أعطى للراجل حل وللمرأة حل، لو كان بالفعل القرآن صادر من عند رب ويعرف اللي هذيك باش تخلق إشكالية بعد 1000 سنة راهو ما قالهاش. وهذا دليل على أن الإسلام يعني بني، فهمت، على حسب البيئة متاعو، على حسب الظروف متاعو، على حسب الأوضاع متاعو. ما نحبش ندخل معاك في التفاصيل، خلينا نكملوا الفيديو ونشوفوا بقية الفيديو ورأيك في مسألة أضربهن. المرأة زادت نجم تسألني وتقول لي، تقول لي باهي توا كي هو يعني الإسلام يدعو إلى المودة والرحمة، يعني علاش ربي سبحانه يهبط هالآية هذه متاع الضرب؟ يعني كأنه فما تناقض ما بين الضرب وما بين المودة والرحمة. معقول جدا السؤال، وأنا هاني باش نجاوب ونقول أنه راهو ربي سبحانه وقت اللي هبط الآية هذه راهو هبطها على مجتمع بعيد ياسر في الثقافة متاعه وفي التفكير متاعه وفي عاداته وفي تقاليده وعلى المجتمع متاعنا الحالي متاع 2017. يعني ربي سبحانه وقت اللي هبط هالآية هذية هبطها على مجتمع اللي كان فيه ضرب المرأة حاجة عادية جدا، والمرأة كانت يعني أمها تتضرب وأختها تتضرب وجارتها تتضرب وصاحبتها تتضرب وبنات القبيلة كل يتضرب، يعني المسألة هذية عادية جدا.
ومعناها المرأة فك العصر هذاك كانت تراه الراجل معناها حاجة كبيرة على الاخر، يعني لا كانت قارية لا كانت متثقفة لا كانت تخرج لا كانت عندها مصدر رزق، يعني راجلها بالنسبة لي هو كل شيء، هو اللي يجيب لها الفلوس وهو اللي يوكلها وهو اللي يشربها، معناها كانت تراه شبه إله. وكانت حتى الراجل كان كي يضربها يعني ما تحسش هكا برشا، والكرامة نتاعها ما تتمسش برشا يعني كيما توا. علاش؟ على خاطر هي بالنسبة لها هي المسألة عادية، ويمكن حتى بعد ما يعطيها طريحة ويفشخها تقول له سامحني وسامحني والله لا عاتها وين الغلطة، ويعني هي من الآخر ديما ترى روحها الغلطة وديما ترى راجلها هو اللي يعرف كل شيء ويفهم كل شيء، وهي يلزم تسمع كلامه، وبالطبيعة تسمع كلامه خاطر لا ماهيش قارية وماهيش متثقفة وما عندهاش رأي وما عندهاش يعني حاجات علم في مخها وثقافة اللي يسمحوا لها باش تنجم تعطي الرأي، باش تنجم تشارك في القرار، وينجم يكون عندها رأي صالح. حينئذ يعني فك العصر هذاك وقت اللي معناها هبطتك الآية هذيك، يعني هبطت في ظرف معين وفي عقلية معينة اللي حتى كانت تضرب المرأة فك الوقت هذاك، بالرغم أن الرسول راه نهى عن الضرب المبرح كما قلنا، يعني حتى في العصر هذاك راه الرسول نهى عن الضرب المبرح، وفي خطبة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكد على النساء واستوصى الرجال بالنساء الخير، يعني معناها شوفوا إلى أي درجة الرسول كان يوصي على النساء وحب يأكد للرجال أنهم هما ما عادش يستعملوا معاهم العنف. يعني المهم أنه حبيت نقول أنه الآية هذه هبطت في زمن وفي عقلية اللي كانت فيها المرأة حتى كانت تضرب، ضرب المرأة في العصر هذاك في عصر الرسول وحتى في بعض السنوات اللي جات بعد وفاة الرسول، حتى كان المرأة تتضرب كضرب المرأة هذاك بطبيعة ويكون ماهوش مبرح، يعني ما كانش يمس من المودة والرحمة ما بين الرجل ومرته، ويعني المرأة تقعد ديما يعني فرحانة برجلها، وحتى كي يعطيها تريحة معناها في العصر هذاك بالطبيعة نحكي تحس روحها اللي هي غاطة وتجي تقول له سامحني ولا لعاتها اتسيتيرا. بون ده أنا نظن جاوبتك في أول الفيديو حول أسباب نزول الآية، يعني لو كان الضرب في ذلك الوقت أمر عادي لما مشات حبيبة تشكي لبوها، فهمت، وتقول اللي رجلها ضربها بكف، وبوها يهزها عند محمد باش يقتص من زوجها، كما أن نعرف أن أبو بكر ضرب عائشة، فهمت، ونرجع معناتها للتاريخ، يعني الضرب مسألة الضرب ده تظهر معناتها مع الإسلام. تقول أنت المرأة كانت فقيرة وحالتها حليلة ومش مثقفة، خديجة كانت فقيرة؟ ها؟ هند كانت فقيرة؟ أم قرفة اللي كان عندها جيش، جيش تقود في جيش. لو نشوفوا بقية العالم، كيلوباترا ملكة سبأ، الداهية في تونس اللي حاربت المسلمين، فهمت، 40 سنة وهي تحارب فيهم. يعني ما نعرفش أنا من فين تجيب المعلومات متاعك، أكيد اللي ثقافتك يعني محصورة داخل المنظومة الإسلامية. المرأة كانت عندها قيمة وكانت مثقفة، وحطها في بالك محمد، فهمت، وقتها عرست به خديجة هي تعلم فيه، حتى وقتها معناتها ادعى انها نزل الوحي عليه، هي اللي وراته شنو يعمل وشنو ما يعملش، وكانت عندها دار للندوة وللثقافة وللفكر. اذا هذا معناتها الفكر نتاع ان المرأة كانت حالتها حليلة قبل وتعمل كان على رجلها مش صحيح، غلط. هذا اللي يحاول باش يبثوه المسلمين باش يوريك عصر الجاهلية. امشي شوف هند وغيرهم من النساء كانوا يستوردون معناتها اللباس والحرير والعطر، فهمت، من الشام، وبفلوسهم يشريوا، وهما اللي يختاروا الرجال، وكانت النساء الحرائر
فهمت؟ هي اللي تختار الراجل كيما خديجة اختارت محمد. ولكن انتقال محمد للمدينة وتقرب من اليهود تبنى الفكر اليهودي اللي هو يعتمد على تحقير المرأة، رغم ان اليهود توا تخلصوا من هذيك الأفكار، ولكن الإسلام مازال متشبث بها. إذا أنت هوني شنو تقول؟ تقول إن الرب اللي في السماء اللي نزل القرآن ماهوش عارف اللي العالم باش يتطور. إذا اعتراف ضمني إن الإسلام، فهمت، جاء للبيئة نتاعو فقط، للعصر نتاعو فقط. يعني أنت تنكر فكرة إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، تنكرها، إلا في حالة واحدة طبعا، على خاطر فما شكون يفسرها يعطيها تأويل، مثلا في كل زمان ومكان يقول لك يعني يتطور، هذاك شنو المقصود بها لكل زمان ومكان. إذا نعطيه تأويل جديد، وهذا طبعا يدعو ليه ما يسمى الحدثيين، واللي ما يؤمنوش بالفكر السلفي اللي يقول لك ما جاء به محمد فخذوه، هذه آية قرآنية، وما نهاكم عنه فانتهوه. إذا أنت تخالف هذه الآية الواضحة. إذا هذا اعتراف ضمني اللي العصر ذاك مش العصر هذا. حتى مسألة وأد البنات، وأد البنات موجود في كل المجتمعات نتيجة الفقر، كيما توا موجود في الوقت الحاضر. الإجهاض شنو هو؟ قتل. وكانت معناتها المجتمع غاديك الفقراء علاش يقتلوا البنات، فهمت، وما يقتلوش الاولاد؟ خاطر الاولاد يحتاجوهم للحروب، حتى كي يبيعوهم يبيعوهم اغلى. يعني ظاهره القتل وعد البنات ماهيش حاله معناتها لكل البنات يتفنوهم، كانش راهو فين عندهم بنات باش يعرسوا. اذا هي حاله خاصه للفقراء منهم، وكانوا يقتلوا البنات على خاطر ما ينجموش يوكلوهم. اما المراه في مكه كانت لها قيمه أكثر من المدينة، الأوس والخزرج كانوا متأثرين بالتقاليد اليهودية. إذا أنت هوني اعترفت اللي هذاك العصر هو عصر، وإحنا توا في عصر آخر. خلينا نشوفوا العصر الجديد اللي إحنا فيه، هل الإسلام اللي جاء به محمد يصلح لعصرنا؟ توا إحنا باش نحكيو على العصر متاعنا، توا باش نحكيو على 2017. يعني أنا لهنا باش نتوجه للراجل بسؤال، للرجل التونسي، نقول له أنت تعرف مليح أنه في عام 2017 المرأة قرات وتثقفت وخذت شهادة ابتدائية وثانوية وجامعية، وولات تخدم يعني أستاذة وأستاذة جامعية وطبيبة ومحامية ومهندسة، يعني وصلت حتى وزيرة ووصلت حتى رئيسة، مش معناها طب محامين بركة، يعني ولات تقود في الدول، مش أمور متاع تفدليك. المرأة هذية بالعقلية هذية وبالكرامة هذية، خاطر المرأة قبل ما كانتش تحس بكرامة كبيرة ومعناها وبفخر كبير بروحها، خاطر لا قرات لا تعلمت لا عندها مورد رزق لا حد شيء. اما تو المراه بما انه قرات وتعلمت دونك تحس بالكرامه اكثر بنفسها وباعتزاز بالنفس اكثر، وهذه مساله عاديه بالنسبه للانسان عنده شهادات جامعيه وخرج وخدم وتبدا مديره معناها وعندها منصب رفيع في المجتمع، بطبيعه الانسان باش تكون عنده اعتزاز بنفسه. دونك المراه هذه اللي عندها اعتزاز بنفسها واللي عايشة في عالم اللي ولا فيه حقوق الإنسان ولا فيه العالم هذا، يعني كرامة البشر عندها قيمة أكثر من قبل، خاطر قبل في عهد الرسول راهو كان فما عبيد وكان فما جواري، يعني وبشوية بشوية البشرية ارتقت وإنسان ولات عنده أكثر كرامة، يعني حتى كان مش طبيبة حتى كان مش محامية، مي الإنسان ولا يحس بقدره وبقيمته وبمفهوم الحرية اللي ولا عنده قيمة كبيرة ياسر عند الإنسان. حينئذ المرأة كيف في 2017 أنا باش نتوجه بسؤال الراجل، إذا كان أنت يا سي الراجل التونسي، يعني كي تجي باش تمد يدك على مرتك
قبل ما تضرب مرتك، انا باش نسالك سؤال واحد، سؤال واحد بهالعقليه هذه جديده نتاع المراه، وبالكرامه اللي عند المراه، وبالمكانه المهمه اللي عند المراه، ومعناها احنا نعرفوا زادة انه المراه قاعده تصرف مع الراجل وقاعده تعاون فيه في المصروف وتربي له في صغاره وتطيب له فطوره. يعني بعد هذا الكل، اذا كان الراجل بعد ما تطيب له ماكلته وتخدم البره وتعاونه في المصروف والكريم تاع الدار والقضيه وتطيب له الماكله نتاعه وتحدد له حوايجه بعد هذا الكل، لا، اذا كان انت تضربها وتمرمدها وتمارس معها العنف، انا باش نسالك سؤال واحد برك، هل انه انت بالمساله هذه تلقى روحك في انسجام مع الآية القرآنية اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ صدق الله العظيم. هل أنك أنت باش تلقى روحك منسجم مع المودة والرحمة اللي يلزم تكون ما بين الزوجين، وإلا باش تلقى روحك في تناقض كبير مع الآية هذه اللي تدعو إلى المودة والرحمة؟ يعطيك الصحة أنت في الفيديو متاعك، وحبيت نقول لك اللي وصلت له الإنسانية اليوم والتطور اللي قلت عليه وصلت له الإنسانية من الوعي والعلم والمعرفة والتخلص من فكرة العبيد والاستعباد وحرية المرأة، وإنها وصلت وزيرة وصلت رئيسة ولا عندها ما عندها حتى فرق مع الراجل وعندها نفس الحقوق والواجبات وإنها تشارك الراجل في كل شيء، هذا مش الإسلام جابه. الإسلام يقول لك معناتها بكل وضوح لا يفلح قوما ولت عليهم امرأة. الإسلام قل لك ما تعلموش نساكم ركوب الخيل والسباحة، علموهم المغزل. الإسلام يقول لك الرجال قوامون على النساء. الأحاديث تقول لك المرأة اللي ترقد ورجلها متغشش عليها يعني تلعنها الملائكة. الإسلام يقول لك إن اللي يقطع الصلاة هو الكلب، معناتها والمرأة يقطع الصلاة. غير باش نتكلم على تعدد الزوجات، معناتها عدم العدل في الإرث وغيرها من الأمور. حتى حاكمة ما عندهاش الحق إلا على مذهب أبو حنيفة فقط، اللي هو يعتبر أبو حنيفة شاذ، والشهادة متاعها نص الرجل سوى الضرب، معناتها موجود في كل الشعوب حتى الآن في أوروبا موجود شكون يضرب النساء. ولكن المشكلة مش في الضرب ولا في تعدد الزوجات ولا في كل هذه الأمور الهمجية اللي همجية اليوم، اللي كانت عادية قبل حتى 100 سنة، ومش نتكلم على تونس برك، حتى على أوروبا العبيد كانوا موجودين قبل 100 سنة. ولكن المشكلة إن الإسلام رجع هذيك الأمور، يعني مقدسة موجودة في القرآن، حتى الكتب معناتها بين قوسين السماوية أو الدينية اللي فيها ظلم للمرأة وإهانة للمرأة، الآن أصحاب هذيك الأديان ما عادش يؤمنوا بهذيك الأمور، ياخذوا دينهم كدرجة ثانية، ياخذوه جانب روحي فقط على خاطر تتدخل في أمور خصوصيات يمكن تتطور. هذه مسألة خطيرة. يجي يقول لك الإسلام في القرآن شنو تعمل وشنو ما تعملش، سارق قطع له يده، هذا نص مقدس، ولا يقول لك واضربوهن، هذا نص مقدس، ولا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص مقدس، ما عادش يصلح توا. يعني كان مش الأمم المتحدة والعالم أجبر المسلمين باش ينحيوا الاستعباد، راهو الاستعباد مازال موجود. والتوى حتى عالم دين مسلم يقدر يحرم الاستعباد من الجمش،
لأن هناك نص، هناك أكثر من 40 آية تتكلم عن الإماء والاستعباد. 1400 نسناء والاستعباد موجود وما ينجموش يحرموه. هذا نص وما ملكت أيمانكم. إذا فين الإسلام كرم المرأة؟ فين؟ نحب نعرف أنا فين الإسلام كرم المرأة؟ ما هي المرأة الآن تطور، مش الإسلام طورها، طورها الإنسان الواعي، الإنسان المسؤول عن نفسه، مش الإنسان اللي تبع شنو قال فلان وشنو قال فلان وعن فلان وعن ابن العباس وعن وقال الله وقال تعالى. لا، كان جينا نتبعوا في هذاك الشيء رانا مازلنا متخلفين، واحنا مازلنا متخلفين على خاطر نتبعوا في هذاك الشيء. وانت تحاول باش تلقى تبارير من اجل انك تبرع الاسلام، لازمك تحط صبعك على الجرح. الضرب غير مقبول اصلا، العقاب الجسدي غير مقبول اصلا وان كان فيه نص قراني. نجم تخلي الجانب الروحي من الدين الاسلامي، هذا الوحيد اللي نجم معناتها نتغاضوا عليها، ما يتدخل في حياة الآخرين ويفرض قوانين يعتبرها مقدسة. تو أنا محمد عرس بعائشة وهي صغيرة، فهمت؟ أموره والناس الكل كانوا يعرسوا عادي قبل، أما الآن تغير الوضع. إذا أين هذا الكتاب المقدس اللي صادر من عند رب، من المفروض يعرف كل شيء؟ إذا هذا دليل على أن الإسلام هو نتيجة الوقت متاعه فقط. تصور أنت هذا الجيش الإسلامي اللي دخل شمال إفريقيا جاي يقول لهم وعد البنات، وهما عندهم ملكة داهية هي اللي تحارب في المسلمين. نظن الفكرة واضحة، ونظن اللي معناتها النقد متاعي ما كانش لاذع، فهمت؟ وشكرا معناتها تقبل هذا النقد، وأشكرك على المجهود اللي عملته، ونتمنى أن كل مسلم يفكر بمخه، ما يحاولش يجد التبارير، فهمت؟ يحاول باش يحط صبعه على الجرح. فما مشكلة في القرآن وفي الكتب الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي يجب معالجتها بطريقة حاسمة، من أجل على الأقل، فهمت، يبقى الإسلام كمعتقد. فما مذاهب، راهي فما عدة مذاهب إسلامية تنكر هذه الأمور وما تعرفهاش أصلا، ما تخزر لهاش أصلا الضرب وكل شيء. فما مذاهب إسلامية، هذاك علاش معنتها أنا اللي لومتك في الفيديو نتاعك على حاجة واحدة، أنك تأكد وتعاود ضرب غير مبرح. يا ولدي حتى النطرة لا، حتى الصياح لا، ما عندكش الحق، حتى أي إهانة من نوع الإهانات لا يجوز، ليس للمرأة فقط وإنما للطفل ولأي إنسان. لازمنا نرتقي بأنفسنا إلى مستوى الوعي اللي وصلت له الإنسانية، باش ما نكونوش أضحوكة أمام الشعوب الأخرى. وشكرا وبسلامة. Thank you.